حياكم الله مجددا. هناك من يقتنع بالسمع أو بالقراءة، لكن الكاتب سعود الفوزان أراد أن يخوض الغمار وسط الميدان ليعيش واقع سوق العمل بنفسه. حمل ملفه الأخضر، خرج يحاول أن يلتمس ما يمر به أي شاب سعودي في مشوار البحث عن عمل، فماذا اكتشف؟ ضيفي في الاستوديو الأستاذ سعود الفوزان، الكاتب الصحفي. مساء الخير أستاذ سعود. أهلا وسهلا، يعطيك العافية. يا مرحبتين. الأسبوع الماضي كان لك تغريدتين تكلمت فيها أنك وجدت واقع مختلف في سوق العمل، وكان عندك مجموعة من الرسائل تبغى توصلها لوزير العمل المهندس أحمد الراجحي، وقلت أنه هذه نتيجة تراكمات. هذا استنتاجي، أن هذه الخلل اللي واقع هو نتيجة تراكمات موجودة في أداء الوزارة. أعطيني القصة من بدايتها. طالما أنك بدأت أستاذ جمال في الملف الأخضر، للأسف الشديد الملف الأخضر والتقرير أستطيع أعطيه 90% سيء و10% الأسوأ. عندما تذهب إلى، أو خلينا نبدأ بالتغريدة، خلينا نبدأ بالتغريدة. أول شيء، أنت كان لك تجربة. نعم. أنت كنت طالع من مكتب عمل أو شيء وحدة الشركات. لا، أنا لي تجربة بالشركات الخاصة. أيه، لا بس تغريدتك وقتها كانت آنية، كنت مار بتجربة، كنت تقول توني طالع من مكان معين، وكان عندك انطباع تحاول توصل لنا. وشو كان هالانطباع؟ في بعض الشركات، أنا زرت بعض الشركات، هناك شركات كبرى، شركات يعني عمرها أكثر من 50 سنة، مش شركات في الحقيقة، هي وكالات سيارات. هذه الوكالة كبير يعني صارها 50 سنة. عندما تدخل الشوروم لا تجد إلا 3 سعوديين والباقي كلهم أجانب. عندما طلعت للدور الأول، أول ما قابلتني اللي هي المدير الصيانة، لوحة مدير الصيانة طلعت أجنبي. رحت المشيت شوية، يمكن حوالي 3 متر 4 متر، وجدت أيضا لوحة ثانية مدير الصيانة ومدير قطع الغيار. أطالع أنا كلهم أجانب. بعد كذا عرفت أن وزارة العمل ومكتب العمل غائب عن المشهد نهائيا. أخذت أدراجي ورجعت. زرت شركات كثيرة خاصة في الصناعية الثانية. الصناعية الثانية مكتب العمل غائب نهائيا عنها، يعني تجد الشركة كبيرة وتدخل ما تلاقي أي سعودي، ولا تلاقي يعني لا مدير شؤون موظفين، ولا تلقاهم كلهم من الفئات اللي هي الوافدة. البعض قال أنت ما تحب الوافدين ولا تحب، بالعكس أنا أحترم وأقدر وأشكر أي إنسان ساهم في بناء هذه المملكة الطيبة، ولكن عندما تطرق البطالة أبوابنا بطبيعة الحال سوف نحارب، ندافع عن أبنائنا. ما هي أسباب هذه البطالة في سوق العمل؟ خليني أبدأ لك في على عجالة. أولا، رجال الأعمال الحمر، أنا نسميهم حمر للأسف الشديد، أنا أسميهم ترى هذا النعت أنت مسؤول عنه. أنا مسؤولي. لماذا؟ لماذا سميتهم رجال الأعمال الحمر أستاذ جمال؟ لأنهم شركاتهم، كل واحد عنده 10 شركات 5 شركات أو أكثر، شركاتهم تقبع في النطاق الأحمر. وهؤلاء لا يعترفون بالسعودة نهائيا أستاذ جمال. يعني لو يعترفون بالسعودة كان، لا بس دقيقة، هذا كلام خطير. أنت لما تأخذ لي فئة معينة أستاذ سعود، قلت لك دقيقة، لما نأخذ فئة معينة اليوم ونطلق حكم عليهم لازم نجيب دليل، ولا ما نقدر نحكم على هالأساس إلا إذا كان أنت عندك شيء ما تبغى تقوله لنا. بس إحنا قاعدين نطلق وصف عام. أنا ما أبغى أسمي. أيه، ولا أنا بوصف وصف. لا تسمي. قل لي بأي قطاع مثلا، أعطيني بأي قطاع، أعطيني دلائل، يعني عطني قرائن، يعني عطني شيء بس بيدي. بس أنا ما أتمنى أنك زرت معي المنطقة. سعود، أنا شخصيا أقول أن وزارة العمل، هذا رأيي ولو أنه ما له رأي أنا، لك أقول وزارة العمل عندها مشاكل كثيرة،
وما تنتهي. ويمكن بالبرنامج هذا أكثر من قسى على وزارة العمل إحنا، زين؟ نعم. ما هي قسوة لأننا ناخذ رأي أو لأننا نتبنى فكرة، لا، لأنه العمل اللي يتكلم. نعم. والعمل كان فيه أخطاء كثيرة خلال السنتين الماضية. الآن أنت قاعد تنقل لي انطباعاتك. نعم. لكن أنا ما أجد اليوم، لأن لما تقول أنا اليوم أدخل شركة وأجد فيها أشخاص، هذه أنت ماخذ لي شركتين ثلاثة من أصل 5,000 10,000 شركة، هل هي كافية أنك تحكم؟ احنا نقول عندنا مشاكل، ربما عندنا مشاكل وعندنا لوبيات وعندنا تجمعات معينة لجنسيات محددة تسيطر على أسواق واضحة، هذا ما هو بسر. لكن طيب، وين المشكلة؟ أنا أقول لك وين المشكلة. هذه الشركات إلى الآن بعضها لا يعترفون بالسعودة. يعني هل وزارة العمل، أنا أقول لك، هل وزارة العمل تعرف أن هذه الشركة أو ذيك الشركة أو هل تعرف أنها سعودة وهمية ولا سعودة حقيقية؟ طيب، أنا أقول لك بعض من الأسباب اللي ذكرناها. عندك المدير الوافد، ماذا يفعل المدير؟ المدير الوافد يحارب أي سعودي ناجح، وبعضهم للأسف لا يحارب أي سعودي ناجح، بل يحارب أي شماغ وعقال قدامه. ثانيا، اللي هو برضه أنا أضمهم في البطالة، في أسباب البطالة والتضخم في البطالة، اللي هم صندوق الموارد البشرية. ربما تقول لي أستاذ جمال، أو تقول أستاذ جمال، هؤلاء يدفعون 2500 سنتين. خليني لسه ما كمل، أنا ما راح أقول شيء، تفضل. أنا ما كمل. لكن صندوق الموارد البشرية هدف يدعم من؟ يدعم اللي سميناهم في أول الحلقة، اللي سميته. طيب، أنا خلنا نتفق على هالمبدأ. ما أنا ما سميته أحد، أنا سميته. إيه، أسلم. الرجال الأعمال الحمر. متى يذهب، أو كلمة يذهب باختياره، متى يلجأ إلى صندوق الموارد البشرية الرجل الأحمر، رجل الأعمال الأحمر؟ عندما يحتاج شهادة السعودة، أو يحتاج يقدم تأشيرات على وزارة العمل، أو يحتاج شهادة السعودة ليقدمها على الزكاة على سبيل المثال، يذهب إلى أو يلجأ إلى صندوق الموارد البشرية. هدف، ما يقصرون الجماعة، يساعدون، وإلى الآن سليمين. إلى الآن هدف سليمة. ولكن بعد ما يحصل رجل الأعمال الأحمر على شهادة السعودة وعلى التأشيرات وعلى كم عنده مثلا من سعودي، 20-30، تلقوا يهملهم، والرواتب تتأخر، وربما وبعضهم يسلط المدير الأجنبي عليهم. طبعا السعوديين لما يشوفوا أنهم وضعهم سيء يقدمون استقالاتهم ويمشون، ويعود صاحبنا الأحمر إلى وضعه السابق، إلى المربع الأول. بعد 7 شهور 8 شهور، خلينا نقول 7 شهور، احتاج لشهادة السعودة مرة ثانية، ماذا يفعل؟ يلجأ مرة ثانية إلى هدف، إلى صندوق الموارد البشرية. نعم. صندوق الموارد البشرية، خليني أكمل لك. بس خليني أطلع فاصل إذا سمحت، وبرجع أعطيك الفرصة أنك تكمل فكرتك. فاصل ونعود. حياكم الله من جديد. أناقش مع الكاتب الصحفي الأستاذ سعود الفوزان تجربته مع سوق العمل. أستاذ سعود، قبل الفاصل كنت تتكلم عن عدة تفاصيل في سوق العمل وملاك بعض المؤسسات والشركات في القطاع الخاص. أنا كان استنتجت من حديثك أنه يا جماعة ترى فيه تحايل كبير جدا. طيب، هالتحايل هذا يتم عن طريق ثغرات في الأنظمة. نعم، صح. أقول لك بعض الثغرات. تفضل. احنا وصلنا إلى إيش؟ أنه صندوق الموارد البشرية هدف دعم صاحبنا ذا اللي هو رجل الأعمال. أوكي، شيء جيد. وإلى الآن صندوق الموارد البشرية سليم. لكن بعدما يحصل رجل الأعمال على شهادة السعودة، وبعد ما يحصل على التأشيرات من وزارة العمل، ماذا يفعل؟ طبعا
طبعا لديه سعوديين، هو لم يحصل على شهادة السعودة إلا بعد هدف بعد دعم هدف، يهمل السعوديين والرواتب تتأخر وبعضهم يسلط المدير الأجنبي على السعوديين طبعا بضوء أخضر من بعض أصحاب الأعمال. بعد 7 شهور أو 8 شهور حيكرر السيناريو مرة ثانية صاحبنا ذا، حيكرر السيناريو لأنه محتاج لشهادة السعودة، وربما حيقدمها على إيش الزكاة، ولا حيقدمها على قطاعات ثانية أو على مناقصة مثلا. صندوق الموارد البشرية وهذه الثغرات اللي تفضلت فيها أستاذ جمال، الثغرات هذه نبدأ من الأول، حيذهب إلى صندوق الموارد البشرية. ماذا يفعل صندوق الموارد البشرية؟ سوف يدعم مرة ثانية، ما الراجل كرر السيناريو. طيب أول ثغرة، هل صندوق الموارد البشرية سأل صاحب العمل لماذا فشلت في السعودة الأولى؟ لا شيء. هل صندوق الموارد البشرية هدف أعطاه غرامة مثلا هذه إن وجدت؟ لا شيء. هل صندوق الموارد البشرية وضعه في القائمة السوداء؟ لا شيء، بل بالعكس، صندوق الموارد البشرية سوف يدعمه، والرجل يتحايل على الصندوق ويجي السنة القادمة ونفس السيناريو، وسعودي رايح وسعودي جاي، والترن اوفر اللي هو اللي يسمونه التقديم والفصل شغال. أليست هذه هي البطالة؟ هذه وين سوق العمل؟ وين وزارة العمل عن هذا؟ قبل صندوق الموارد البشرية كنا 3% قبل 20 سنة أو 23 سنة 3%، اليوم بعد صندوق الموارد البشرية 13.5%. بس ما تأخذ كذا المسألة. طيب كيف قبل 20 سنة كانت القوة البشرية والناس اللي تشتغل ما هو نفس القوة البشرية الآن؟ عدد المتعلمين هذا المفهوم، هذا مفهوم، أنا مفهوم مو مفهوم، هذا الواقع. أنا لما يكون عندي لماذا لا نتطور؟ بس دقيقة أستاذ سعود، أنا لما يكون عندي 100,000 خريج من جامعاتي غير لما يكون عندي 500-600,000 واحد. اثنين، فرص العمل في السابق ليست فرص العمل الحالية. اليوم كثير من الوظائف التقنية ألغتها، يعني خدماتنا اليوم الحكومية أنا ما أضطر أروح كثير أراجع جهات حكومية، لأن عندي خدمة إلكترونية تغنيني أني أروح وأقابل الناس. كذلك الجهة الحكومية ما راح تصف لك زي أول صف ناس وطوابير كلها تخلصها عن طريق الأتمتة. صح، فالظروف مختلفة. أنا أعتقد أنه ما أعرف، بس الحكم أحس أنه مجحف شوية. لماذا مجحف؟ لماذا مجحف أستاذ جمال؟ يعني أنت لما تقول لي قبل 20 سنة قارنة بواقع اليوم، الظروف اختلفت، الجانب الاقتصادي اختلف، هيكل الانتاج نفسه في الاقتصاد اختلف. كم صار 20 سنة؟ ماذا فعلوا صندوق الموارد البشرية؟ هذا سؤال من حق تطرحه. ماذا فعلوا بالفلاشات؟ شاطرين، لكن غير الفلاشات ما نشوف شيء. طيب هل تقول انه ظروف العمل اليوم او ظروف عمل الشاب او الفتاة السعودية اللي تبغى توصلنا لها استاذ سعود، انه ظروف العمل اليوم للشاب السعودي او الفتاة في القطاع الخاص لا زالت غير جاذبة؟ لا زالت لا زالت فيها كثير من التحديات اللي ذكرتها قبل شوي؟ ما هذه ما انتهت، ما تلاشت يعني، ما ولا زادت؟ لا بالعكس، لا زادت. يعني أنا أقول لك، حتى أبناءنا للأسف الشديد بعضهم عزف عن الشركات الخاصة، بعض الشركات الخاصة وليس كلهم طبعا، عزف عنها. يعني يحصل وظيفة يقول لا ما فيها. لماذا؟ بس هذا مرتبط بثقافة عمل عندنا ولا لا؟ يعني احنا ثقافة العمل عندنا، انا جيل الثمانينات زين، فاول ما تطلع على الحياة وش تبغى تصير؟ معلم، طبيب، مهندس، هذه ثقافة زرعت فينا، ترى زرعتها البيئة، زرعت فينا احنا يا جيل الثمانينات. لكن ابنائنا اذكى منا، ابنائنا يستطيعون أن يخشوا سوق العمل وأن يبدعوا، لكن ما هم لاقين بيئة. وش ينقص البيئة؟ وش ينقص البيئة هذه؟ وش ينقص البيئة هذه؟ أول شيء الضمان الوظيفي أستاذ جمال، الضمان الوظيفي، الأمان،
الوظيفي. أيوة الأمان الوظيفي هذا هو الهدف الأول لأبنائنا. تعرف المادة 77 إيش كانت تسوي فينا؟ إيش تسوي في أبنائنا؟ الحمد لله الآن عدلوها وصار فيها غرامة وتغيرت. لكن في السابق لا زالت عموما حسب رأي الكثيرين أنها لا زالت مادة كارثية. في طيب. فيه غرامة وفي كذا لكنها أفضل من الأول. الموظف موظف أبنائنا يريدون التوظيف في أمان وظيفي. طيب الموظف لما يدخل على لما يتوظف في شركة زين ماذا يجد؟ يعني خلينا أقارن لك في التأمين الطبي. يعني الشركات الحكومية يعني التأمين الطبي فئة A وفئة B، الشركات فئة سي. هذه يا أستاذ جمال عندما تذهب إلى مستوصف يحولونك على ممرض، عفوا للتعبير، يعطيك بنادول ويقول لك مع السلامة. الفئة بي بعض الشركات الحكومية تأمن على الموظف، فئة بي هو وأبنائه حتى. هؤلاء فئة سي والرواتب تتأخر، وال اليوم يجي ويقول يمكن الشهر أكمل الشهر الثاني ما أكمل، ما في بيئة جاذبة للعمل في بعض شركاتنا الخاصة للأسف الشديد. يعني ما في يعني وش الحل اللي قدامنا اليوم؟ الحل ما هو عند سعود الفوزان. الحل انت عند أنا أعرف الحل عند وزارة العمل، تتكاتف جميع هذه الوزارات مع بعض. وزارة العمل هذه خلاص وزارة العمل حددوا كم 70% 80% عندنا الآن السعودة الوهمية. يعني إيش وزارة العمل عندما تكون الشركة بالأخضر لا أحد يسأل ولا أحد يزوره المراقب. طيب إذا استوفى الشروط يعني وش المطلوب تسويه للوزارة؟ إذا أنا وضعت نظام وقانون وكانت الجهة هذه مطبقة للأنظمة ومراعية لهالأنظمة وتعمل فيها، وش المطلوب مني أن أسويه؟ سؤالك جيد. هذه مفهومنا إن هالشركة طالما إنها من دخل دار الأخضر فهو آمن، زين طالما إنها في الأخضر فهي آمنة كويس. طيب هل طبعا القائمة وأسماء السعوديين في هالشركة اللي بالنطاق الأخضر عند مين؟ عند وزارة العمل، عند مكتب العمل يطبع. هل أحد من المراقبين في مكتب العمل طبع الليستة وراح لها الشركة وقال تعالوا انتم عند فجأة؟ يروح فجأة، ما يتصل عليهم يقول انا جايكم، يروح فجأة المراقب اللي هو مراقب وزارة العمل، يروح فجأة حيقول لهم تعالوا عندكم واحد شلون يدق عليهم؟ يعني في بعضهم ما يدق عليهم لا يدخل عليهم مفاجأة، يدخل على الشركة معه قائمة بأسماء السعوديين وهم يسوون كذا الآن يسوون كذا ولا يسوون العكس. خليني أكمل بس أفهم منك المبدأ. أيوة المبدأ طال عمرك أن هذه السعودة وهمية. يعني هل هذه هي بالنطاق الأخضر لكن سعودة وهمية؟ يذهب إلى هالشركة ومعه القائمة يقول تعالوا وين سعود الفوزان؟ عندكم سعود الفوزان موظف خدمات عملاء، أجزم أنه لن يجد سعود الفوزان في مكتبه بل يجده نايم في بيته ويأخذ 2000 ريال. والألفين ريال هذه تدفعها مين؟ صندوق الموارد البشرية. أنت ترى أنه وزارة العمل قصرة في جوانب التفتيش هذا؟ نعم قصرة للأسف الشديد. يعني فيها عندك الصناعية الثانية، أنا زرت الصناعية الثانية ما عندهم أحد نهائيا. الصناعية الثانية وش فيها؟ فيها شركات وفيها شركات ما في سعودة حتى. يعني كم عندنا من مراقب؟ الصناعية ورش أنا معرفة ورش ومكاتب. أيوة مكاتب ورش ومكاتب. عندك كم عندنا من في مكتب العمل من مراقب؟ 30 40. احنا نحتاج 400 بس في منطقة الرياض، ناهيك عن المناطق الأخرى. نحتاج 400، كل جهة لها مجموعة على أساس يحددون هل هذه السعودات وهمية، هل هي حقيقية، وين الموظفين؟ هذا سوق العمل عندنا. نعم تفضل. طيب هذه يمكن السلبيات اللي انت شفتها حول النظام
وحول الإجراءات وحول نطاقات. نعم. إذا فهمي صحيح. نعم. لما ذكرته. لكن أنا بأخذك الجزء الثاني هو تفضل. بيئة العمل نفسها في القطاع الخاص. الآن مفهوم عندنا إحنا النظام، مفهوم عندنا القوانين. ذكرت قبل شوي أنه طريقة التعامل من قبل المسؤولين في بعض شركات القطاع الخاص هي سبب رئيسي في عزوف الشباب السعودي عن للعمل في القطاع الخاص. لكن الأرقام اللي تصدر اليوم للسعوديين العاملين في القطاع الخاص ما بقول لك تزيد، لكنها تتحرك ببطء، تثقل. إيه نعم. فيها تباطؤ كبير، لكنه في إقبال. يعني ما هو العزوف اللي احنا قاعدين أو اللي نحاول نصوره. فيه إقبال لأنه ما في مجال ثاني. لو في مجال ثاني ما كان فيه إقبال أبدا. الآن الشركة الحكومية إذا فتحت في أي مكان 10 وظائف 20، قل 100 وظيفة، كم المقدم اللي يتقدمون لها الوظيفة؟ شوف كم يتعدى بالآلاف، 5000، 10000. لأن كل أبناءنا الوقت الحاضر يتجهون إلى الحكومة، حتى لو كان الراتب يعني ضعيف يتجهون للحكومة. راح نرجع لنفس المربع الأول اللي هو ثقافة العمل. نعم، هذه ثقافة العمل. طيب إذا كان أنا عندي ثقافة اليوم وهالثقافة مترسخة وماني قادر أغيرها، إذا وش الحلول اللي قدامي؟ لا نقدر نغيرها. كيف؟ نقدر نغيرها. بدل هالصندوق الموارد البشرية ما يدفع الملايين، زين، ليش ما نرسل أبناءنا بعثات ويجون متسلحين بالشهادات؟ طب عندنا بعثات احنا لها 11 سنة. ما يكفي يا أستاذ جمال، ما يكفي. عندنا الحين أنت تناقض نفسك. الحين أنت قبل شوية تقول أن السوق ما هو قادر يستوعب القطاع الخاص، والطالب بتوسيع الابتعاد، والمبتعثين قاعدين يعني جالسين ببيوتهم، ماجستير ودكتوراه وبكالوريوس. اه لا، ينتظرون كبير يعني، ينتظرون فتح. وانت تطلب زياده بعد يجيبون لهم يعني يبلشون بهم، يعني هم ما يبلشون باللي فيه يعني. لا ما في بالتدريب. انا اقول لك نقطه واحده بس، اذا جبتها كل السعوديين حيروحوا لسوق العمل، اللي هي الأمان الوظيفي. إذا وزارة العمل شرعت نظام بالأمان الوظيفي، جميع السعوديين سوف يذهبون للقطاع الخاص. أرى ذلك، ونتوقع إن شاء الله ونتمنى أن وزارة العمل تجد بعض من الأنظمة والقوانين اللي تساعد على توفير الأمان الوظيفي للكثير من الشباب السعودي. هذا مهم جدا. الأستاذ سعود الفوزان الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لحضورك معنا. شكرا. الشكر لكم أيضا أنتم أعزائي المشاهدين على متابعتنا في يا هلا. السلام، ختام يا هلا.